سلام البنات، من الاخر ديال اليوم غادي نستعمل فيه دو كولور برينسيبال اللي هما لو بلون و لارجونتي. دونك اول حاجه غادي ندير دونك غادي نبدا بلو بوس. دونك اول حاجه درت هي درت اون كوش ديال لا باز، افري غادي ندير واحد لو فيرني ديال لا فرنش باش ما يبقاش يبان لونغلي بزاف. دونك استعملت بعد ما نشف لو فيرني كيف ما تشوفوا عطى واحد ليفي ديال لو جيل. دونك ناخذ دابا ان لاينر في البيض. دونك خديت ديال جوردانا وغادي نديرو ان دومي سيركل بحال هكا يكون رقيق. ابري غادي نديرو دي لين كروازي اللي غادي يعطيونا لا فورم ديال بحال واحد شبيكه. غنجدو إستخاص وغادي نكولوها في الوسط. بالنسبة لهاد الفرع هذا حتى هو درت فيه اون كوش ديال داك لو فيرني ديال لافرنش، و أبخي غادي نديرو اون سامبل فرنش مانيكور اون بلون. بالنسبة لهاد الفرع هذا دونك غادي نختارو اي فيرني ارجنتي بايتي. ندير خط رقيق وغادي نصبو الضفر كامل. هاد الضفر هذا غادي نصبغو بلو بلون، ولكن غادي نخليو ان دومي سيركل من تحت. غادي نديرو استخاص هنايا وغادي ناخدو لاينر ديالنا الكري وغادي نديرو خطيطات في هاد الفرع هذا. وبالنسبه لهاد الفرع هذا حتى هو غادي نصبوه بلارجونتي. دونك ها هو لو ريزولتا فينال ديال اللون الاخضر. جيسبر كو عجبكم وجاكم ساهل وغادي ديرو بحالو. اي ا تري بيانتو.